ساعات قليلة تفصلنا عن الحالة المطرية الأقوى والأشمل منذ فترة طويلة في المملكة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب تشير إلى بدء تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة خلال ساعات صباح يوم السبت في المناطق الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى دولة قطر وأيضا البحرين، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من دولة الإمارات، وتمتد بشكل تدريجي إلى المناطق الداخلية في المملكة بما في ذلك أيضا العاصمة الرياض. أمطار وتخاريج بحرية أيضا متوقعة في ذات الوقت في المرتفعات والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مع بدء أيضا هطول أمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات مبكرة من يوم السبت في أقصى شمال غرب المملكة، مناطق تقريبا حقل والسواحل المطلة على البحر الأحمر وعلى خليج العقبة، يتوقع أن تشهد أمطارا أيضا تكون رعدية الطابع. أما مع مرور الوقت يوم السبت، فيتوقع مع دخول هواء بارد نحو المنطقة قادم من المناطق الشمالية الغربية، يتوقع أن تتشكل حزم كثيفة من السحب الركامية الرعدية الممطرة في مناطق مختلفة من المملكة، تشمل كل من المناطق الشرقية والوسطى من المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض، القصيم، حفر الباطن، أجزاء من حائل، وصول إلى المناطق أيضا الجنوبية الغربية، معظم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بما فيها مرتفعات أبها والباحة ومرتفعات الطائف، إضافة إلى حتى تصل إلى مرتفعات المدينة المنورة، تخريج بحرية أيضا في بعض المناطق الساحلية في جنوب غرب المملكة، مع بقاء فرص الأمطار أيضا قائمة بمشيئة الله تعالى في الأجزاء الشمالية الغربية خاصة تلك الحدودية مع الأردن. هذه الأمطار تصبح أكثر قوة مع ساعات الليل، ويتوقع هذه المنطقة بشكل عام أن تكون تحت تأثير سحب ركامية قوية وأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، وربما تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض من المناطق. هذه الحزم الكثيفة من السحب تستمر معنا خلال ساعات ليلة السبت على الأحد، وتصبح بعض البؤر غزيرة كما نلاحظ غزيرة جدا في مناطق قريبة من الدمام، وبالتالي المنطقة الشرقية من المملكة خاصة مع ساعات مبكرة من يوم الأحد على موعد مع سحب رعدية شديدة بعض الشيء قد تكون، وأمطار قوية تصل لمملكة البحرين وربما أجزاء من قطر والمناطق الشرقية بما في ذلك أيضا تلك الحدودية مع الكويت وحفر الباطن والسواحل المطلة على الخليج العربي، أيضا بعض المناطق الداخلية شمال الرياض وحتى مدينة الرياض تحت ربما تكون تأثير هذه المناطق جميعها، بالإضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة، ولا ننسى دائما المناطق الجنوبية الغربية والساحلية طبعا تلك المطلة على البحر الأحمر. أيضا التزاما مع دخول الهواء البارد يوم الأحد فجرا هطول أمطار في سواحل المدينة المنورة وتبوك المطلة على البحر الأحمر بمشيئة الله تعالى، كما تلاحظون مناطق واسعة من المملكة في منظر لم يتكرر سابقا بكثير وجودها تحت تأثير أمطار بمشيئة الله تعالى. أيضا مع ساعات صباح يوم الأحد تبقى كما ذكرنا الأمطار الرعدية والسحب الكثيفة جدا موجودة في المناطق المطلة على الخليج العربي، مع بقاء الأمطار الرعدية الطابع في مناطق مختلفة من وسط وشمال المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية. تمتد حزم الأمطار لاحقا يوم الأحد إلى أيضا ينبع في المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى، وتبقى فرص الأمطار قائمة بذات السياق حتى ساعات مساء يوم الأحد، مع تشكل حزام من الأمطار ممتد من الدمام مرورا خاصة في الرياض وجنوبها وادي الدواسر، إضافة إلى مرتفعات جنوب غرب المملكة، وربما تمتد بعض الأمطار أيضا إلى نجران وأيضا جازان. إذا هذه الحالة الماطرة يتوقع أن تكتسب زخما عاليا جدا لا سيما في ساعات ليلة السبت على الأحد على مناطق واسعة جدا من المملكة، مع فرص لأن تكون هناك بعض السحب شديدة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة التي قد تكون أيضا رعدية الطابع بشكل قوي جدا. هذه الحالة الماطرة تعتبر شاملة وقوية وقد تكون الأقوى منذ سنوات. دائما نوصيكم بضرورة الابتعاد عن بطون وعدم عبور أي مناطق يرتفع بها منسوب المياه أو تعبر بها السيول، وضرورة الالتزام والانتباه إلى توصيات دائما الدفاع المدني أو حتى المركز الوطني للأرصاد. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.